حبيبي اصبر بس. ليش يا عم بظبط؟ اصبر. مظبوطه كده؟ مظبوطه مظبوط كده، ظبط معي كويس. تمام 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 كويس. ايش مشكله؟ انا اشوف هي طيح بس على طول. خلاص خير عشان انت ما في زعلان. بس لا 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 ما في زعلان، بس ظبط كويس عشان امس انت امس كان انت في زي امس كان أمس في مشاكل كتير. امس انت جنزال زياده، فاليوم انا اجي اظبطها. جنزال في واحد في شيل من اسا مش انا. هذه ما عيب كده. لا 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 ما مش ينفع برضه يا عبد الرؤوف. لا لا كويس كده كويس. اسمع على اسمع. عليكم السلام. انت بعد مره ثانيه يا اخي ما تخاف الله. انت امس حايصنا وخليت كل هالشارع زباله وتجي مره ثانيه ما عندك وجه، ما تستحي انت. واحد الله لا اله الا الله. احنا يعني جينا نتاسف لك على اللي حصل مننا امس، وجايبين لك هديه وشوكولاته من راعي المحل. واحنا طبعا متاسفين على اللي حصل امس يعني. لا لا تمام. حط لا كده يعني احنا يعني بنتاسف لك والله على اللي حصل امس، واحنا اسفين من اللي بدر مننا واللي حصل يعني. والله يا اخي انك انت سهل ما شاء الله، لا انت ولا راعي المحل. لا يا عم الله يعطيك العافيه. غمبو امس جبتوا الاذى واليوم جايبين الهدايا وذا، والله ما شاء الله. لا لا طبعا الجار للجار يعني، واحنا اسفين من اللي حصل امس، وحابين بس نستسمحك على اللي حصل. لا زعلت يعني. لا لا ابدا ما حصل له خير يعني. الحمد لله. بيض الله وجهك. احرجنا. السلام عليكم. الله يا ابوي. الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ هذا الرجال جاي يعتذر، جاي يعتذر وجايبين هدايا. هدايا بسيطة بس حابين تقبلوها مننا بس على اللي بدر. هذا جارنا شوي. تمام. ولا لا؟ ايه هذا هو هذول اللي صارت امس لهم مشكلة وكانوا مخربين وحايسين. وش بعد؟ وش ناقصكم بعد يا ابوي؟ والله احنا يعني بعد ما روحنا ورجعنا نفسنا امس حسينا ان احنا مخطئين يعني، فحبينا ان احنا نصلح الخطا. ويا ريت تقبلوا مننا الهديه البسيطه. طبعا الجار للجار، واحنا اسفين من اللي حصل امس والله. الله الله يعني صراحه كده تحرجنا. لا الله يعطيك الف عافيه كده ما شاء الله. المشكله الله يعطيك العافيه. بس يعني انت ما شاء الله عليك. طبعا الاصل ان نبي يا طويل العمر عندنا الجدار هذا نبي نصبغه. ابشر طال عمرك. هو صحيح انت كنت عمده، انت حارتكم انت عمده وفي بلدكم عمده. الحمد لله ما شاء الله حبيبي. والله شكلك يعني الله يعطيك العافيه والله. الله يبارك فيك. انا والله انا حاسن الرجال هذا احس انه ما اول شيء بيض الله وجهك وجزاك الله خير. لكم اخطيته وامس وجيتوا صلحتوا الخطا وعفى الله عما سلف. نعم. والجار للجار. نعم. الله. لكن انا مره من المرات وجهك انت مو بغريب علي. كنت في شارع فيصل عندك توك توك انت؟ مره انا مره من المرات توك توك او توك توكين كذا. لا كان زمان بس خمس سنين. لا لا لا. شبراوي. ما شاء الله. عارف شبراوي بتاع الشرقيه. الله يعطيك العافيه. لا ما شاء الله. صار بيننا وبينك اجل عيش. الله يعطيك العافيه ورب تقبله بس للاسف بتاعنا. لا واحنا لا على بدر من ابدا. حياك الله حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا. والله الرجال هذا طيب. شو اسمه هو؟ عبد الرؤوف. اسمه عبد الرؤوف. اسمه عبد الرؤوف على اسمك عبد الرؤوف. نعم. والله ما قصرت. تبي نجيب شغلات الحين ولا بعدين؟ يعني كون انهم يعني امس صار اللبس اللي موجود. اي نعم. وصارت الحوسه اللي صارت. نعم. وكون انه يعرف ان هذا خطا. نعم. لان الناس علقوا فيه ما شاء الله امس في الهاشتاج، وكل اللي تكلم ونبهوا وطلعنا ما شاء الله. نعم. يعطيهم العافيه. نعم. فبيض الله وجهه. انت يا ابو فهد لما مثلا تخطي هل عادي عندك انك تعتذر ولا تحس انها ثقيله على النفس؟ انا صراحه ما اخطي. هذا اول الغرور كذا. لا عشان ما اعتذر. لا تخطي عشان ما تعتذر. لما تخطي اعتذر. لكن قدر الله واخطيت هل تحس انه سهل وبسيط ان الواحد يجي على نفسه ويعتذر؟ والله شوف يعني خلينا نكون صريحين وواضحين. اهم شيء نصير صريحين واضحين ونبعد الضغينه. يلا نعم يلا. شوف يا طويل العمر، متى ما رايت نفسك انك انت راكبك الخطا الله لا تكابر. صح. قر واعترف واعتذر. لا تسوي فيها تقول لا انا لا لا يمكن وهذا انتم عندكم. لا 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 لا. متى ما صار فعلا ثبت انك انت راكب اعتذر. ترى هالاعتذار بيكسر كل الخطايا. كثير من الناس يتثاقلون الاعتذار وهو مو بثقل، هو شجاعه وليس ضعف. نعم. وهو قوه. والشخص اللي قدامك واللي اخطيت عليه ترى اريح له واسمح له واحسن شيء انك تعتذر. نعم. كثير من بعض الناس على طول يرمي على غيره، يقول ما ادري وفي واحد مر وخربها، او يرمي على طول. نعم. لكن انك تصير شجاع وتقول انا فعلا اخطيت، او انا ما انتبهت، او الجماعه
كون انه يجيب ورد، الورد تراه لغه. نعم الورد لغه، وجايبين وتكلفوا وجزاهم الله خير، وهم ناس شارينا وان شارينهم. بكره لو جانا ناس وقالوا مثلا عندنا شروا ذهب وخلصوا، تعرف زبايننا مو بسهلين. صحيح. ثم قالوا نبي ساعات ونبي، وين بنروح؟ نقول روح لخوينا. نعم. روح لجارنا. نعم. اللي يبدا بالعلم الطيب يبشر به. نعم صحيح. نقدم السبت لقى الحد قدامه. الله الله الله. لا لا فعلا هذا بس قبل ان نحيي الجمهور، هذا الاعتذار فعلا شيء ترى سنه حسنه، لا حد يعني ترى قد يكون الشخص اللي انت اخطأت عليه ناوي شر، صح. اذا اعتذرت طاح الحطب.